Madigan, pero Asin يحاول كالعادة ترك الكرة في الموقع التوقف. كازيميرو سجل هدف وحيد في هذه المباراة وحتى الآن مع تصويب على المرمى كرة تصد ولا ترد. تدخل في الوقت المناسب سالم الكوب ساكا. كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة؟ شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كازيمير وتاهت الكرة الأخيرة بعيدة عن المرمى. كازيميرو يورينتي يتدخل ويقطع الكرة. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. بصراحة تحتاج إلى ذكاء كرة هو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى الأحباب لا نجزم بتفوق والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. يورينتي توموري فرصة هجوم معاكس. كرونيتش الآن إمكانية المرتدة. برشلونة على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول. فرناندو توريس على حساب الهجوم. فابينيو يجرب حظه بالتسديد. يا إلهي أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرنتي. فابينيو ساكا فابينهو لعبة من بعيد كان على وشك استغلال هذا الخطأ. خطأ والآن فرصة للتحول الهجوم. ديفيد نيرس الأجواب. أوه شيء غير عادي يا جماعة. لم يفوتك التصويب على المرمى. فابيو فابينيو سليبة بهدفين في الشوط الأول. تبقى النتيجة على حالها في بداية الفترة الثانية من المباراة. كان عليه التصرف بشكل فابينيو. صاروخ من فابينيو. يا لها من كرة ضاعت اليوم غير محظوظ. كان واضح لاحة. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بمساحات أمام المرمى من أجل التمرير والتسديد، وهذا يؤكد لك أن الدفاع ليس في أفضل حالاته. ولا راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية. الآن في الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما. ويسدد توريس. يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع رودري. تسديدة في اتجاه المرمى. رودري والتسديد.
يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. فرناندو توريس فرص مع الفرص هناك أهداف. مباراة للتاريخ هنا صراحة، مباراة للتاريخ هذه، مباراة لن ينساها يتلاعب بالجميع. The attendance for this match was 72,000. عودة للوراء. الخلف. ويسدد. اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع. عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصل على الحدث من خلال لمسة رائعة من ساكا. أساسي في هذا الهدف، هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. رودري الفاريز يتدخل في الوقت المناسب. راشفورد، فرصة ثانية راشفورد. دفاع رائع خطيرة. والضربة من رودي. يا سلام. يجب أن نشيد هنا بالدفاع. ويعود بالكرة إلى الوراء. يجرب حظه بالتسديد. يؤكد علاقتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. تسديدة من أول لمسة. الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. رودري. والضربة من رودري. فرصة للتسديد.